قسيس له ابن. اسمعوا لقصة هذا الابن. كان هذا القسيس معروف في قومه، يعيش في إحدى البلاد الغربية، وأبوه كاثوليكي قسيس يعيش في مدينة شيكاغو بأمريكا. وهذا الطفل عمره 9 سنوات إلى 10 سنوات. كان أبوه يأخذه معه إلى الكنيسة يعلمه، وكان الغلام ذكيا فطنا ليس في عمره. بعض الأطفال في هذا السن ما يفهم، لكن بعضهم كالرجال يفهم، وكان ذكيا وأراد الله عز وجل له الخير. هذا الطفل، هذا الغلام، كان يكثر من القراءة. وفي يوم من الأيام تصفح كتاب الإنجيل القديم، وكان كتابا مهترئا، وأخذ يقرأ ويتصفح الكتاب، فسقطت عيناه على جملة أعجبته. ما هذه الجملة؟ جملة من معناها أن عيسى عليه السلام، وهم يعبدون عيسى، أن عيسى عليه السلام يبشر بمن يأتي يخلص الناس من الضلال، من العمى، بإنسان يرشد الناس، يعيش في بلد ليست كبلادهم، يعني فيه صفات. من هذا الرجل الذي يأتي بعد عيسى يهدي الناس ويدعو الناس إلى الخير؟ يقول: فهرعت إلى والدي. الغلام يقص، يقول: ذهبت إليه فقلت له: يا أبي، من الرجل الذي يأتي بعد عيسى ويدعو الناس ويهتدي الناس به، وهو نبي من الأنبياء يأتي بعد عيسى؟ فغضب أبوه القسيس، قال: ماذا تقول؟ أجننت يا بني؟ ما في أحد، عيسى هو المخلص ولم يأتي أحد بعده. قال: يا أبي، ولكني قرأت هذا في كتاب. قال: ما في، هذا الكتاب خطأ. يقول: فذهبت وجئته بالكتاب، قلت له: يا أبي، إنه الإنجيل. يقول: فنظر أبي إلى هذا الكتاب وأخذه مني وقال لي: يا بني، لا تسأل هذه الأسئلة مرة أخرى ولا تقرأ هذا الكتاب، لكن يا أبي، إنه الإنجيل الذي قلت لك يا بني، هذا الكتاب ليس لك، إذا كبرت سوف تفهم هذا الكلام، الآن لا. يقول: فمنعني أبي، فأخذت أقرأ وأقرأ وازددت قراءة، أبحث من هذا الرجل الذي سيأتي بعد عيسى وسيهدي الناس ويدعوهم إلى الدين الحق. يقول: فقرأت بعض الكتب وعلمت أنه عربي، وكان الطفل الغلام نبيها وكان ذكيا. يقول: وفي الحي الذي كنا نعيش فيه كان هناك مطعم عربي، فذهبت إليهم فدخلت وسألت البائع في المطعم، قلت له: هل عندكم رجل مصلح جاء بعد عيسى عربي أصلحكم ودعاكم إلى الخير؟ يقول: فضحك الرجل وقال لي: نعم، إنه نبينا. قلت له: ما اسمه؟ قال: اسمه محمد. محمد؟ نعم محمد. أتى بعد عيسى؟ نعم بعد عيسى، لكنني لا أفهم. يقول صاحب المطعم: ما أفهم شيء، اذهب إلى هذا المكان فيه مسجد، أعطاني العنوان، هناك مسجد وفيه أناس يعلمونك أكثر مني. يقول: بحثت عن العنوان حتى وصلت إليه، دخلت إلى المسجد، فلما دخلت وجدت أناسا جالسين، فسألت وصرخت، قلت: أهناك أحد العرب؟ يقول: فقام بعض الناس قالوا: نعم نحن عرب. ماذا تريد أيها الغلام؟ قال: أريد أن أسمع قصة محمد. قالوا: محمد، من تقصد؟ قال: الرجل النبي الذي جاء بعد عيسى. قال: ولم تريد؟ يقول: أخبرتهم بالقصة فجلسوا معي يقصون علي قصة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: وكل يوم أأتي إليهم أسمع شيئا من قصته، وأشاروا إلي في المصحف بآية أن عيسى بن مريم بالإنجيل بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام. قلت لهم: أخبروني أين هذه الآية. يقول: فجاؤوني بكتاب مترجم للقرآن، وإذا به بآية فيها: ومبشرا برسول، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فصاح الطفل: أين هي؟ أين هي؟ فأشاروا إليه بالآية، فإذا به يقول: أريد أن أكون من أتباعه. قالوا: تشهد الشهادتين. فإذا به يشهد الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله. يقول: فأسرع الطفل إلى أبيه فرحاً، القسيس أبوه،
فدخل على أبيه فقال: يا أبي عرفت الحقيقة، عرفت الحقيقة. قال: ماذا عرفت؟ قال: يا أبي العرب موجودون، ونبيهم اسمه محمد، وهو الذي جاء بعد عيسى، ودينه الحق. قال: أجننت يا بني؟ ابني يقول هذا الكلام؟ يقول: فضربني. لم يضربني أبي؟ لأول مرة أضرب. يقول: حبسني في غرفة، يقول: حتى لا أذهب إلى المسجد ولا أسأل المسلمين. يقول: سجنني أيام، فلما يعني افتقدني أهل المدرسة الإدارة وسألوا عني، خاف الأب عليه. يقول: فأقنع الابن أن يسافر إلى بلد أخرى، أرسله إلى تنزانيا في أفريقيا، حيث يعيش والد هذا القسيس، وكان مبشرين أيضا في أفريقيا. وهذا الأب يريد ابنه أن يكون مثله، مبشرا قسيسا داعيا للنصرانية إلى الضلال طبعا. يقول: فأرسل إلى بلاده في أفريقيا، بلاد يعيش فيها أبوه وأمه الجدان. فلما وصل إلى تنزانيا أخذ يبحث عن العرب والمسلمين، حتى وجد مسجدا وجلس إلى المسلمين وأخذ يتعلم منهم الدين، عمره 10 سنوات. فعلم الجد بهذا الأمر، فأخذ يضربه كما كان أبوه يفعل، وأخذ يعذبه، وأخذ يجوعه، لكن الغلام صابر. أحيانا منع الطفل عن شيء يجعله يرغب به، وكما قيل: كل ممنوع مرغوب. وإذا قذف الله الهداية في قلب إنسان لا يبالي. وكم من غلام، وقص النبي علينا عليه الصلاة والسلام قصة الغلام الذي دل الملك على قتله لكنه صبر. هذا الغلام ضرب، هذا الغلام عذبه جده، لكن ما زاده إلا إصرارا، يهرب يذهب إلى المسجد ويتعلم الدين، يرجع إلى جده يضربه، حتى وصل اليوم الذي أراد الجد أن يقتل هذا الغلام حتى لا يكون عليه معارا ووبالا، أراد قتله. فأحس الطفل بهذا الأمر فهرب، هرب لما علم الغلام أن جده سيقتله، هرب وصل إلى مجموعة من المسلمين وخرج معهم من تلك البلد إلى بلاد أخرى. كبر الغلام، عمره 11 سنة، لقاه أحد العرب في إحدى المطارات في جنوب أفريقيا. يقول: رأيت طفلا عمره 10 سنوات، 11 سنة، يقول: رأيته يلبس لاك الناس، يلبس لباسا خليجيا، لباس مثل لباس العربي الخليجي. يقول: فنظرت، طفل صغير لكن ملامحه غربية، وجهه يعني العينان والشعر واللون واللباس عربي. يقول: فذهبت فسلمت عليه ورد السلام، فرحت، شفت رد عليه السلام لباسه غريب. فقلت له، قال لي الذي بجنبه، قال: سله كيف أسلم. قلت: سبحان الله، ألم يكن مسلما؟ ألم يكن أبوه أو أمه مسلمين؟ قالوا: لا، لا زال أبوه وأمه ليس بمسلمين، من عائلة غير مسلمة، أسلم الغلام وهرب معنا. يقول: فذهبت إليه وسألته: يا غلام أخبرني عن قصتك. قال: أولا أجبني، من أين أنت؟ قال له: أنا من مكة المكرمة. يقول: فبكى الغلام وعانقني وضمني وقبلني. قال: أنت من مكة؟ قال: نعم. قال: أخبرني كيف هي مكة، وكيف تكون الكعبة، وأخبرني عما تشاهد فيها من مشاعر. قلت: لما تسأل؟ قال: قرأت عن مكة الكثير، وسمعت عنها الكثير، وهي بلد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إنه الغلام الذي اكتشف الحقيقة ثم أصر عليها، ثم أرادوا قتله ثم هرب بها. كم وكم من طفل يقذف الله عز وجل في قلبه الهداية، وكم من رجل كبير عاقل ربما يملك شهادة دكتوراه طمس الله بصيرته، كم من صغير في السن يسأل عن الحق فيجده، وكم من كبير عند الناس عاقل، عند الناس فاهم، عند الناس دكتور، لكنه أحمق، لكنه غير عاقل. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يقول هذا الرجل، يقول: فقص علي قصته فتعجبت منه، كيف وهو بهذا السن يصبر ويفر بدينه، يكتشف الحقيقة بنفسه، إنها هداية الله عز وجل. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول
ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا إن هذا إلا سحر مبين. نعم، لقد بشر عيسى بن مريم عليه السلام، وموجود بعض المعاني في كتابهم كتاب الإنجيل حتى بعد أن حرف بقيت بعض الإشارات، دليل أكبر دليل على أن عيسى بن مريم أخ لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فكل الأنبياء إخوة، كلهم يبشر بعضهم ببعض، يؤمن بعضهم ببعض، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام تؤمن بكل الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله، ونحن له مسلمون.